يقول الشيخ الخضير في شرحه على القواعد الفقهية، تنزلوا تستمعوا له هذا الكلام الماتع، يقول أن الإنسان، وكذا قال الشيخ سعد الشثري في دورته يتكلم عن القواعد الكليات الخمس اللي هي الغاية محكمة والأمور مقاصدها، وإذا المشقة تجب إلى غير ذلك من المشقة تجب التيسير وكذا، يقول الإنسان إذا ضبط القاعدة سهل عليه أفرادها. لما تضبط القاعدة الفقهية يسهل عليك كل شيء بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. فنحن الآن نستخلص قواعد فقهية من داخل هذه الأحاديث لنمرم أنفسنا على القواعد الفقهية والضابط الفقهي، لأن القواعد الفقهية هي تكون قاعدة مضطردة تعرف منها الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من الأجلة الإجمالية، وتكون القاعدة مضطردة في الأبواب. أما الضابط يكون في باب واحد. لما تتكلم مثلا عن الخلع فتقول الضابط فيه أن من صح طلاقه صح خلعه، هذا يسموه إيش؟ ضابط. هنا فقط في مسألة إيش؟ أو في باب بعينه. أما القاعدة تدخل في مجموعة من إيش؟ تدخل في مجموعة من كثيرة من الأبواب.